بدنا نسمع منك جملة كتير مشهورة. إيه؟ جملة عرفت أن فيها أنك مشهورة بلبنان بس اللي سمعتيها عم بيرددوها اللبنانيين وقت زرت لبنان. سلم لي على سلم لي على البتنجان. لا مش ممكن. ده أنا فوجئت. يعني أنا ما كنتش أتخيل أن الشعب اللبناني يعني وبرضو شعب يعني متفرنج وأوروبيان خالص وله طابع خاص. يعني كلمة سلم لي على البتنجان دي كلمة شعبية يعني إنها توصل إن أنزل لبنان ألاقي كل اللبنانيين بيقولوا سلم لي على البتنجان. دي كانت مفاجأة ليا غير طبيعية والله العظيم. بس سعدت بيها بشكل مش ممكن. وبعدنا لهلأ حافظينا أو لغاية النهاردة بتتقال لغاية النهاردة. فدي برضو من الحاجات اللي تثبت لك إن يعني مش أي حد يقول أي إفيه يعلق. يعني العملية مش لازم يكون نجم محبوب قوي، يكون الإفيه اللي اتقال ده في مكانه صح. يعني مش قاله مش مجرد إفيه وبس. أنا كنت بقولها في البطنية بكذا معنى. يعني لما أبقى فرحانة أقولها، لما أبقى حزينة أقولها، لما أبقى عايزة أهاجم حد أقولها. وكل مرة بتتقال حسب الموقف بتون مختلف. فهنا بقت مورال، بقت معنى إنك أنت مش مجرد بتقولي إفيه، لا انت بتقوليها من خلال الدراما. طب انا رح اطلب منك تطلع على كاميرتك انت قولي بسلم لي على البتنجان تنطلع بريك. اقول له ايه انت عايزاني انا اطلعك بريك؟ بس قولي سلم لي على البتنجان. طيب طلعني بقى بريك وسلم لي على البتنجان.